يعني أنا بالحقيقة ما بحب أحكي عن بشكل مباشر عن رسائل أي عمل، لأنه لحتى توصل هي الرسائل الواحد لازم يشوف العمل ولازم يتابعه. بس بالعموم يعني كل شيء حبينا نقوله بهذا الفيلم هو وارد بشكل كتير واضح وصريح ومباشر عبر لسان الشخصيات المشاركة فيه. هلأ يمكن الرسالة الأهم بالنسبة إلي أنه نحن بهي الحرب كل واحد فينا كان بموقع، وكل واحد من خلال هذا الموقع كان عم يعمل الشيء اللي لازم يساويه بشكل أو بآخر. كلياتنا حتى لو ما كنا جنود وعساكر، بشكل أو بآخر حسينا أنه نحن جزء من هاي المعركة اللي عم تصير. كل واحد فينا حس أنه هي معركته الشخصية، هاي المعركة اللي بناء على نتيجتها بنحسم مستقبله، مستقبل أولاده، مستقبل أحفاده، مستقبل وطنه. الاندفاع بهذا الاتجاه وأنه كل واحد يعتبر أنه هي معركة بتمسه بشكل مباشر، أعتقد هذا موضوع كتير جوهري ومهم بالفيلم. يعني لارا مراسلة حربية بتنحط بمواقف قاسية شوي بالفيلم. هي عايشة الحرب من زمان، تواجدت بكتير أماكن كانت ساخنة، بحمص، بحلب، وحاليا بريف دمشق. بتتعرض للاختطاف ويصير مجموعة من الأحداث، بعدين ما حنكشفها مشان تجي تحضروا الفيلم. فيلم عم يتصدى أو عم يشرح أو عم يحكي عن حالة إنسانية مرقت ضمن هاي الحرب البشعة اللي صار بسوريا. هذا الفيلم حقيقة شدني لأنه في ورق مهم كاتبه الأستاذ سامر إسماعيل صديقي، وعم يتصدى الإخراج، وطبعا المخرج الصديق الحبيب الأستاذ باسل الخطيب. فقريت حبيت في لحظات إنسانية مهمة رغم كل هالدمار ورغم كل هاي الحرب البشعة، في حياة إنسانية ولحظات إنسانية بينحكى عنها ولازم يتسلط الضوء عليها. الفيلم عم يسلط الضوء، فحبيت ورحت باتجاهه. عم بلعب دور العقيد عيسى اللي هو قائد المهمات الخاصة بهذا الفيلم، اللي بيحاول يعمل شيء. يعني الشخصية اللي عم العبها أنا هي شخصية اسمها أنس، قائد مجموعة إرهابية يرتكب المجازر بشخصيات، بعض شخصيات الأعمال، ما راح نقول من هي كمان مشان ما الأمور تنفلش أكثر. فيما بعد يميل للمصالحة مع الدولة، نلاقيه بشكل أو بآخر مال. أنا عم بلعب شخصية رشا، هي قناصة بالجيش العربي السوري، شخصية مختلفة حبيتها كتير وقت قريت النص، و يعني ما نو شيء يعني كل يوم بنشوفه إنه بنت بالجيش، وهذا دور بحس إنه رح يقدم لي شيء هيك مختلف. هلا يمكن الناس بيقول لك يا اخي اكتفينا وشبعنا وما عاد بدنا هذا النوع من الاعمال، بس لا، هاي الاعمال او ما الاحداث اللي مرينا فيها بهالسنوات الماضيه اعتقد انه هي راح تكون ماده لعشرات ومئات الاعمال، وتستحق، لانه في قصص واحداث وشخصيات ومصائر اعتقد انه واجبنا نحن انه نحكي عنها ونسلط الضوء عليها.